بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. اليوم إن شاء الله هأخذكم جولة في شوبينج إيريا، يعني مكان للتسوق. هذا المكان للتسوق بكون في كل منطقة موجودة مكان للتسوق. هورجيكم إيش الأشياء الأساسية الموجودة هنا. هيا بنا. هاتف اللي هنا موجود في بنك. عادة بكل يعني شوبينج اريا او مكان للتسوق يوجد بنك. محلات مختلفة بتكون كل الأشياء الضرورية بتكون موجودة في المكان التسوق هذا. مطاعم أشكال وألوان مثل مطعم هذا خفيف، هذا محل ستور هون صغير، محل سبا، هذه أي سبا، أسبا تاعت أشياء، محل تاعت أظافر، تاعت أشياء مكان تجميلية، كل المراكير والأشياء هذه موجودة هون، يعني تاعت الأظافر إيدين للبشرة والأمور هذه. هذه تاعت زي شركة فرايزر أو شركة تلفونات. هذا محل تبع آيس كريم، بتفوتوا بتنقوا اختلافات كل انواع الاشكال، انواع الايس كريم اللي بتحبوها. اذا بتحبوا ادخل في كل محل وارجيكم الاشياء، البضاعه اللي الاشياء المنتجات فيها. حطوا لي لايك واشتراكات وكومنتات. هذا دانكن دونات. هذا مطعم بيتزا. هذا مكان تشاينيز ستور، تشاينيز ريستورانت، مطعم صيني. هذا المكان تبعت مكان غسيل، بتجيبي أغراضك وأشيائك وبتغسلي فيها لوندري. هذا هنا سوبر ماركت، بكل منطقة لازم يكون فيها سوبر ماركت الخاص فيها. هذا سوبر ماركت اسمه سوبر فريش، فيه كل إشي موجود، كل الأغراض للأكل. إن شاء الله بندخل مرة من الأيام نشتري فيه وبرجيكم الأغراض اللي بتبيعها. طبعا بكون لها باركينج ومركز، شايفين كل هذا الباركينج تبعها. هذاك المبنى الكبير هذاك اللي هناك شايفينه، تو مبنيين، هذيك عبارة عن مستشفى لبيت العجزة او نيرسينج هوسبيتال، مكان كبير كثير. كنت من زمان اجي على هذا المكان واشتغل فيه متطوعة. هذا كلياته طبعا الباركينج تبعته. وهذيك هناك طبعا شوف المناظر الطبيعيه الخضراء، وهناك السيارات هذيك من فوق هناك، هذاك الفري واي تبعتها. هلا هنفوت على الصيدليه اللي انا بدي اورجيكم عليها، والهدف الاساسي اللي جيت عليها اليوم. هلاقيكم جوا الصيدليه ان شاء الله. Thank you.
Thank you.